يوم في أرض بعيدة كان الجو حاراً للغاية عكس المعتاد. الأزهار التي زرعها القرويون ذبلت من شدة الحر، والحيوانات أصبحت متعبة، وحراس الملك يتصببون عرقاً في ملابسهم. أوه، اليوم أحر من البارحة، نحن نهلك بهذه الملابس. ولم يعلم لا الملك ولا جنوده ولا القروي سبب ارتفاع الحرارة يوما بعد يوم. كانت هناك فتاة تدعى ماريا حزينة، فقد رأت محصولها تعفن. إذا استمر الوضع هكذا ستذبل كل الخضروات، هذه الحرارة يجب أن تنخفض فورا. ذهبت ماريا للملك وشكت له ارتفاع الحرارة وتحدثت عن ذبول المحاصيل. كلف الملك أحد فرسانه أن يجد سبب هذا الارتفاع. انطلق الفارس نحو الجبال المنحدرة بشجاعة، وأخيرا رأى تنينا في الكهف السابع من الجبل ذي الكهوف السبعة. كان التنين ينفث النار من فمه بصورة مستمرة بدون أن يتوقف. عندما أدرك الفارس أن النار قادمة من فم التنين، ركض نحوه بسيفه محاولا إيقافه، لكن رآه التنين فقذف به نحو القرية مجددا بنفخة منه. لا! واستمر في إطلاق النار من فمه فوق القرية. مر الفارس أمام القرويين ودرعه مسودا من النار. كانت ماريا والقرويون متفاجئين من حالته. وعلى الناحية الأخرى ذهب الفارس للملك وأخبره بالذي حدث. مولاي، هناك تنين ينفث النار باستمرار فوق قريتنا، ولذلك فالحرارة ترتفع. تنين؟ نعم، انظر ما فعلته نار التنين بدرعي. تعجب الملك كثيرا مما سمعه، ولأيام عديدة انزوى على نفسه في غرفته يفكر في كيفية هزيمة هذا التنين. ثم استدعى المنادي وأعطاه مهمة. جمع المنادي أهل القرية حوله وأعلن وصية الملك. الحرارة في قريتنا بسبب التنين الذي يعيش في الكهف السابع في جبل سبع كهوف. ذاك التنين قوي جدا، ينفث النار باستمرار. لقد أعلن ملكنا أنه سيمنح 100 ذهبية لمن يستطيع أن يصطاد التنين. وبسماعهم لما قاله المنادي ذعر أهل القرية وتراجعوا عائدين لمنازلها. لكن في هذه اللحظة تقدمت ماريا المزارعة بشجاعة كبيرة. أنا أستطيع الإمساك بالتنين. ماذا؟ أنت مجرد فتاة تعمل في الحقل، نحتاج رجالا محاربين وأقوياء. هل من أحد بينكم؟ لا تستطيعين فعلها ماريا. ماريا، لا، اصطياد التنين ليس لك. كان الجميع صامتا. بالرغم من مكافأة الملك لم يتقدم غير ماريا. أنا فتاة مجتهدة، لدي مزرعة وحيوانات، وعلى أتم الاستعداد لأضع حدا لهذه الحرارة، وإلا سوف يضيع جهدي وجهدكم كله هباء. لم يعطي للمنادي ولا أهل القرية اهتماماً لكلام ماريا. وباليوم التالي أخذت ماريا قوسها وسهمها وانطلقت. كان الجو حاراً عن الأيام السابقة، ولم يكن سهلاً تسلق الجبل ذي السبع كهوف. وبطول الطريق كانت تتعرق باستمرار وتشرب المياه. أنا متعبة للغاية، لكن علي ألا أستسلم. هيا ماريا، تبقى كهفاً فقط على الهدف،
تستطيعين فعلها. وبعد مدة وصلت ماريا للكهف السادس من الجبل ذي السبع كهوف، ورأت كل الزهور البنفسجية ذابلة. حتى الزهور البنفسجية ذبلت. سأصطاد هذا التنين بالتأكيد. تسلقت ماريا بصعوبة الجبل ذي السبع كهوف. لقد كان حاراً جداً هنا، لدرجة أن ماريا كادت أن تنصهر. وأخيراً ظهر التنين النافث للنار. ها أنت ذا أيها التنين، أنا لست خائفة منك. تقدمت ماريا بضع خطوات نحو التنين مختبئة خلف الصخور، لكن التنين لم يتوقف واستمر في إطلاق النار. نجت ماريا بصعوبة، لكنها لم تتوقف أيضا واقتربت أكثر من هدفها. وفي هذه اللحظة سمعت صوتا غريبا من التنين. ها؟ هذا التنين، هل هو يبكي أم؟ ذهبت ماريا خلف التنين ولاحظت أنه عالقا بشوك اللبلاب. هذا مخيف، لا محالة، ولهذا أنت تصرخ وتنفث النار باستمرار. أيها التنين المسكين، أزاحت شوك اللبلاب بالرغم من أن ذلك كان صعبا. واحدة فقط من الأشواك جرحت يدي بشدة. كم هو مؤلم بالنسبة لك. في هذه الأثناء أدار التنين وجهه نحو ماريا، نظر إليها بغضب وكان على وشك أن ينفث النار بوجهها. عندما أرته ماريا شوك اللبلاب الذي أزاحت، أدرك التنين أنه تخلص من الأشواك وكان سعيدا للغاية وشكرها، ثم حملها على ظهره وبدأ بالطيران. كان أهل القرية سعداء عندما انخفضت الحرارة، وعندما نظروا للسماء رأوا ماريا تطير بشجاعة على ظهر التنين. هذه ماريا، انظروا. واو، رائع ماريا، إنها شجاعة للغاية. واو، لا يصدق، إنها رائعة ماريا، لقد نجحت حقا. في صباح اليوم التالي وقفت ماريا أمام الملك وأخبرته كيف أنقذت التنين بفضل شجاعتها وطيبتها، ولذلك أصبحت الفتاة الوحيدة الفارسة بالمملكة. ومنذ ذلك اليوم وحكاية التنين والفارسة الشجاعة ماريا تحكى لقرون للأطفال الذين يعملون في المزارع مثل ماريا تماما. بيوم من أيام الغابة المشرقة كانت الصغيرة شبي وصديقها الدب يحاولان إزاحة أوراق الشجر بالنفخ. لقد فزت. انتظر لحظة يا صديقي يا دب، لقد طارت أوراقنا جنبا إلى جنب واستقرت بنفس المكان، انظر. صحيح، إذن فزنا نحن الاثنان. نعم، تو. أحبت شابي اللعب مع صديقها الدب، وعندما يجوع يذهبان لوالديها ويأكلان فاكهة الغابة اللذيذة. فعائلة شبي عاشت مع الحيوانات في الغابة لقرون، ولهذا كان جيرانهم هم الزرافة والأسد. وبيوم من أيام احتضان الأشجار ذهبت شبي لنزهة بالغابة، وبينما كانت تحتضن كل شجرة تقابلها سمعت صوت بكاء.
تقدمت شابي بحذر وهي تتتبع مصدر الصوت، وأخيراً وجدت طفلاً يبكي. هو يسعدني أن أقدم لك تحية الغابة والرياح. ها؟ من أنت؟ ما معنى كلمة هو؟ الغابة تعد منزلي، وهكذا نرحب بالضيوف. هو أنت تعيشين في الغابة؟ نعم، اسمي هو شابي. ما هو اسمك؟ كوكو، ولكنني لا أحب اسمي أبداً. كوكو؟ إنه اسم جميل، تعني كوكو بلغة الغابة الليالي المليئة بالنجوم. حقاً؟ بالطبع، واسمي أيضاً يعني الحورية ذات الأجنحة اللامعة. اسمعي يا حورية الأجنحة اللامعة، أنا ضائع هنا، كنت في رحلة في الغابة مع عائلتي والآن قد ضعت عنهم. أنا متأكد أنهم الآن يبحثون عني، هلا ساعدتني؟ وكي جوكي. ماذا؟ هاني، بالطبع بالطبع سأساعدك، لا أحد يعرف الغابة أفضل مني. بدأ كوكو وشبي بالسير في الغابة. كيف تمشين من دون حذاء؟ ألا تؤلمك رجليك؟ حذاء؟ ماذا يعني هذا؟ كهذا، انظري حتى لا تجرحي رجليك. أها، أنت تتحدث عن الباكا باكاز. نحن عائلة الغابة لا نرتدي الباكا باكاز بيوم احتضان الأشجار، لأن أقدامنا أفضل صديق للأرض. لقد كان كوكو معجباً بحياة شبي، وبدأ هو الآخر باحتضان الأشجار مثل ما تفعل. ولكن ظهرت فجأة نمرة سوداء. إنها نمرة، فلنهرب. وبينما يحاول كوكو تسلق شجرة بخوف، كانت شبي تضحك أمامه. ماذا تنتظرين يا تشيبي؟ اهربي وإلا ستمسكك. ذهبت شابي بهدوء للنميرة وتحدثت إليها بهمس، ثم احتضنتها وامتطت ظهرها، ولم يصدق كوكو عيناه. النميرة مونا ستساعدنا، سنجد عائلتك أسرع إذا تعاوننا. اقترب كوكو من النميرة بخطوات خائفة، وقبلت مونا كوكو. عندما تريدون التوقف فقد قولوا باكونا. لقد كانت النميرة تركض بسرعة كبيرة، لدرجة أن البق الذي مروا عليه انقلب رأساً على عقب، وسمعت شابي لحناً ما. كانت النميرة تنطلق نحو طريق الغابة المليء باللبلاب. لقد سمعت فاي فاي، يجب أن نتوقف. باكونا. توقفت النميرة مونا ببطء. ما هو معنى فاي فاي؟ فاي فاي تعني لحناً في لغة الغابة. وبينما كوكو وشابي يسيران ببطء، رأوا دباً ضخماً أمامهم. هذا نعم، إنه دب. لا، هذه آلتي الهارمونيكا. هارمونيكا؟ ماذا تعني هذا؟ آلة موسيقية بيد الدب، يعمل اللحن بها، أقصد فاي فاي. قد تكون عائلتي قريبة يا تشيبي. اقتربت شابي من الدب وسألته أين وجد الهارمونيكا، وأخبرهم أنه وجدها عند المستنقع. يجب أن نذهب إلى الباتي ماتي كوكو، هيا بنا. ماذا؟ عليك أن تتعلم لغة الغابة كوكو. امتطى كوكو وشابي ظهر النمرة مونا وانطلقوا لطريق المستنقع أو الباتي باتي. سمع كوكو نداء والديه، ساعدونا، هل من أحد هنا؟ النجدة، ساعدونا. هذا صوت أبي وأمي، فلنسرع. أوصلتهم النمرة مونا إلى حافة المستنقع. لقد كان والدا كوكو هناك غارقين فيه. أمي، أبي، كوكو. لا كوكو،
هناك نمرة خلفك. لا تقلقا، سنساعدكما. رأت شابي القرد يشاهد بفضول فوق الشجرة. هوه ماي ماي، أتستطيع إلقاء لي أطول مبايا لديك؟ لقد طلبت منه حبلاً طويلاً وقوياً. ماذا تعني مبايا؟ ألقى القرد لشابي أقوى حبل لديه. أمسك كوكو ومونا وشابي بطرف الحبل وألقوا بالطرف الآخر لعائلة كوكو وأنقذوهما من المستنقع بجهد كبير. احتضن كوكو والديه على الفور. كنت خائفاً ألا أراكما بعد الآن، إنها ليست غريبة. كانت شابي سعيدة لرؤيتهم مجتمعين مجدداً. إذن ألن تعرفنا على صديقتك الغريبة؟ هذه هي كوكو. إنها حورية بالأجنحة اللامعة. إنها صديقة للحيوانات وتتحدث لغة الغابة. سعيدة بلقائكم وأتمنى أن نلتقي مجدداً قريباً. لا تنسي أن ترتدي بيكا بيكا المرة القادمة. قفزت شابي على ظهر مونا وانطلقا. مع السلامة كوكو، أقصد الليالي المليئة بالنجوم. ترك كوكو وعائلته الغابة لكنه ما زال مشغولا بها. وعندما وصل لمنزله اتجه لغرفته ومكتبه وبدأ يكتب كل ما تعلمه من لغة الغابة، فقد أدرك أن تعلم لغة جديدة يعني تعلم حيوات أخرى. هاي. في قديم الزمان كان هناك أب من الذئاب خرج إلى الغابة ليصطاد من أجل عائلته، وبينما كان في الغابة فجأة سمع صوتاً، وبالنظر حوله لاحظ وجودي رضيعاً صغيراً بين الشجيرات. هذا طفل بشري، هكذا قال الذئب بدهشة كبيرة، وأخذ الرضيع إلى منزله بعيداً عن طريق الأذى. ناظراً من بعيد كان النمر شيرخان غاضباً للغاية، لأنه هو من سرق الرضيع من البشر. أحبت الذئبة الأم هي وصغارها الرضيع الصغير بشدة. من الآن فصاعداً سنسميه ماوكلي، قالت الذئبة الأم. منذ ذلك اليوم بدأ ماوكلي يعيش مع أقاربه في الغابة. كانت الذئبة الأم تعتني به كما لو كان أحد أبنائها. في وقت قصير أصبح ماوكلي صديقاً لكل الحيوانات، كان يمارس الألعاب ويتقافز حول الأشجار معهم، وسرعان ما تعرف على الأدغال. في هذا الوقت كان النمر شيرخان يراقب ماوكلي عن بعد منتظراً الفرصة كي يقوم باختطافه. وفي أحد الأيام اجتمع الذئب الحكيم أكيلا مع الدب بالو والفهد باجيرا للنقاش في أمر ماوكلي. إن الأطفال البشريين أذكياء للغاية، يجب علينا أن نربيه كفتى أدغال. بالو وباجيرا أنتم سوف تقومون بحمايته وتعليمه قوانين الأدغال، قال أكيلا. ومرت السنوات بسرعة. كان الدب بالو يهتم جيدا بتلميذه الجديد، لقد قام بتعليمه كيف يبحث عن ثمرات الجوز والعسل بتسلق الأشجار. كان ماوكلي ينصت باهتمام لتعليمات بالو. كان كل يوم يتسلق شجرة أطول وبدأ يطعم نفسه. كما علمه بالو كيف يميز الأصوات في الأدغال. لقد كان فخوراً بتلميذه. كان ماوكلي سريع الركض وكان يسبح بمهارة شديدة. وعلمه باجيرا كيف يكتشف الفخاخ التي ينصبها البشر للحيوانات وكيف يتفاداها. في أحد الأيام سقط أحد صغار الذئب في واحد من تلك الفخاخ، فأراد شيرخان اصطياد ذلك الصغير كوجبة له. ولكن قبل أن يقوم النمر بذلك استطاع ماوكلي أن ينقذ الصغير من الفخ، وخسر النمر شيرخان مرة أخرى.
قام بالو أيضاً بتعليم ماوكلي الكلمات المسحورة التي يستطيع استخدامها عند شعوره بالخطر في الأدغال. في وقت قصير استطاع ماوكلي حفظ هذه الكلمات عن ظهر قلب. لم يكن ماوكلي ليتعرض للإيذاء من أي من حيوانات الأدغال. كان شيرخان يعرف أنه لم يستطيع اصطياد ماوكلي وحده، فذهب إلى القردة المتوحشة وهم أخطر الحيوانات في الأدغال، وقام بإخبارهم عن ماوكلي. لو أن ماوكلي علمنا كل ما يعرفه فسنصبح أذكى الحيوانات في الأدغال. في أحد الأيام وبينما كان ماوكلي يصنع لنفسه مأوى ليحمي نفسه من العاصفة، كانت القردة المتوحشة تشاهده من مخبئها، ثم قرروا أن يقوموا بخطفه عندما تحين الفرصة لذلك. عند غروب الشمس قام قردان باختطاف ماوكلي وأحضراه إلى التلال حيث كانت الأدغال شديدة الكثافة. وجد الفتى الصغير نفسه بين القردة المتوحشة. عندما أدرك ماوكلي أنه قد تم اختطافه بواسطة القردة، بدأ يفكر. كان عليه الوصول لبالو وباجيرا كي يخبرهما بذلك. ثم فجأة لاحظ أن النسر شيل يطير في السماء من فوقه، وتذكر الكلمات المسحورة التي علمه إياها بالو: نحن يجمعنا نفس الدم، أنا وأنت. بسماع هذه الكلمات أدرك النسر شيل أن ماوكلي ليس غريباً وأنه في خطر. أنا ماوكلي الصغير، هل يمكنك إخبار بالو وباجيرا إني مختطف؟ بالطبع سأفعل يا ماوكلي، أجاب النسر شيل، ثم حلق لينقل الرسالة إلى أصدقاء ماوكلي. قامت القردة المتوحشة بنقل ماوكلي إلى كهفهم البارد، مدينة القردة، وقد كان هذا مكاناً في عمق الأدغال، مهجوراً من البشر منذ سنوات. بالرغم من أن ماوكلي حاول الهرب، إلا أن القردة كانوا يفوقونه عدداً ويقبضون عليه. عند معرفتهم باختطاف ماوكلي، قام بالو وباجيرا بطلب المساعدة من الثعبان الضخم كا كي يقوموا بإنقاذ ماوكلي. فذهب الجميع إلى مدينة القردة واختبأوا خلف تمثال ضخم، واستطاعوا من مخبئهم رؤية ماوكلي ومئات القردة من حوله. انتظر الجميع اللحظة المناسبة لإخراج ماوكلي من هناك، وعندما أتت تلك اللحظة قال كا: تلك هي اللحظة المناسبة، هيا بنا. تحرك باجيرا بهدوء ليقبض على القردة، ثم بدأ بضرب القردة المحيطين بماوكلي بواسطة مخالبه القوية. بدأت القردة بالركض خوفاً، ونادى أحدهم على الآخرين طالباً المساعدة. ثم فجأة أصبح باجيرا محاطاً بالكثير من القردة، وقام البعض الآخر بجذب ماوكلي ووضعه في غرفة مغلقة الجدران. استطاع ماوكلي سماع صوت باجيرا وهو يقاتل القردة، فتذكر مخزون المياه الموجود تحت أنقاض المدينة، وكان يعلم أن القردة تخاف من المياه. باجيرا اركض واقفز في المياه. قام باجيرا بالركض والقفز مباشرة في المياه، وكانت القردة تهاجم بالو أيضا. بدأوا بالقتال، وكان بالو يضرب القردة بمخالبه الأمامية كي يحمي نفسه. كان يحاول بأقصى قوته، ولكن كان هناك الكثير من القردة، وكان من المستحيل أن يقاتلهم بالو وحده. وكان باجيرا يشاهده وهو في المياه غير قادر على مساعدته، وكان يشعر بالحزن الشديد لعدم استطاعته إنقاذ صديقه. وبينما كان بالو يهاجم القردة، فجأة ظهر كا. وعندما بدأ كا يهاجم القردة بواسطة ذيله الضخم، لاذوا بالفرار خائفين. كانت القردة تخاف دائما من كا، لم يكن يستطيع واحد منهم مهاجمته، لذلك عندما بدأوا بالفرار في أعماق الأدغال، أخيرا أصبح بالو في أمان. ولكن عندما فتح كا فمه وقام بالنفخ، تجمدت جميع القردة، اختفى صوتهم فجأة وعم الهدوء. فانتهز باجيرا الفرصة وقفز خارج المياه. صاح ماوكلي من البرج الذي كان محبوسا فيه: أنا هنا محاصر في البرج. قام كا بهذ ذيله القوية واستطاع كسر جدران البرج، فقام ماوكلي برمي نفسه للخارج متحررا من الجدران.
احتضنه بالو بحب. هل أنت بخير يا ماوكلي؟ نعم، ولكني جاع للغاية ومرهق. لقد خطرتم جميعا بحياتكم من أجلي. أنا أشكركم من أعماق قلبي. كان ماوكلي سعيدا جدا لرؤية كاي يساعده. أنا مدين لك بحياتي يا كاو، أشكرك. قام ماوكلي وبالو وبجيرا بوداع كاو والذهاب للبيت. أدرك النمر شيرخان أنه لا يستطيع أن يؤذي شخصا لديه تلك الصداقات القوية، وعاد لأعماق الأدغال لا ينوي العودة. مر وقت طويل وأصبح الفتى ماوكلي رجلا صغيرا. في أحد الأيام ذهب قريبا من القرية التي يعيش بها البشر، فقابل سيدة سرعان ما تعرفت عليه. أدركت أنه نفس الابن الذي تم اختطافه بواسطة النمر منذ سنوات عدة، فوضعت الطفل الصغير الذي كان بجانبها بين ذراعي ماوكلي. كان ماوكلي مندهشاً للغاية، فقد كان ذلك الطفل يشبهه بشدة أثناء طفولته، ولكن أيضاً سرعان ما أدرك أن ذلك الطفل هو أخيه، وتلك السيدة هي أمه. كان بالو وبجيرا وكا يشاهدون ما يحدث. من الآن فصاعداً ستبقى مع عائلتك يا ماوكلي. وقت ما احتجتنا. أنت تعرف الكلمات المسحورة. أنت أخ لنا، لا تنسى كم نحبك. الوداع يا ماوكلي العزيز. قام أصدقاء ماوكلي بتوديعه. عاش ماوكلي في سعادة أبدية مع عائلته، لكنه لم ينسى أبدا من قاموا بتربيته، عائلته في الأدغال.